الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بالإيمان والإسلام والقرآن والإخوان والأعوان، وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين، واغفر اللهم لعلماء المسلمين العاملين وممن نفعنا الله بعلمهم من الأحياء والميتين، ونشهدك اللهم على حبهم والدعاء لهم، وأن تحشرنا والمخلصين منهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين، كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم اجعلنا مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. كما صنت جباهنا عن السجود لغيرك، فصن أيدينا من أن تمتد لأحد سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته وبره ورضوانه، آمين. تكامل الشخصية الإسلامية، وأنتم لا تزالون فتيان في ريعان الشباب، لم تبلغوا العشرين، فأنتم بأمس الحاجة إلى تكامل شخصياتكم الإسلامية. فكل أخ منا يرى حده في الأخلاق، حده في العلم، حده في الفهم، ثم ينمي نواقصه ويستر ويعالج عيوبه ويتفرغ لهذا، ولا يرى القذات في عين أخيه، ثم لا يرى الجذع في عينه. والكيس من انشغل بعيوبه وكمل شخصيته الإسلامية آخذا التكميل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالله جل جلاله ذكر لنا في كتابه الكريم صفات المؤمنين، وعلينا أن نعرض أنفسنا على هذه الصفات، فنرى أنفسنا ما لها وما عليها. دستور الأخلاق القرآني يعرض عليك كل يوم، سواء بوردك الذي تقرأه في الصباح أو في المساء، والذي يجب عليك في زماننا هذا، زمان الغفلة وزمان الفتن وزمان الغناء وزمان اللعب وزمان اللهو، أن لا تترك وردك القرآني في الصباح أو في المساء. فالذي
لا يعرض نفسه على كتاب الله في اليوم مرة، اقلها مرة، يضيع في ظلمات الجاهلية، وتطويه اخلاق الكافرين، ويصبح بالتدريج يتبع خطوات الشيطان خطوة خطوة دون ان يشعر، الا وهو في سرداب الظلام مع شياطين الانس والجن. فالقرآن هي مادة ايمانك، وهي روحك ونورك الذي تنقشع عنده الظلمات وتسري تلك الروح فتكون لك الحركات المؤمنة. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شفت الآية كيف تفصل تفصيل دقيق للحالات الثلاث؟ كنا ميتين فأحيانا الله بالدين. ولادتك الأولى لا تعبر عن حياتك الحقيقية، انتبه، ولادتك الأولى من بطن أمك لا تعبر عن حياتك الحقيقية التي أرادها الله لك. حياتك الحقيقية هي ولادتك الثانية يوم أن عرفت مقتضى ومعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه هي الولادة المباركة، وإلا كل الناس أموات، وإن كانوا يأكلون ويشربون ويلبسون ويتحركون، فإذا عرفوا حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولدوا ولادة جديدة، يقول الله عنها في أحوالهم: أومن كان ميتا فأحييناه، أي بالإيمان والإسلام والقرآن، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا القرآن العظيم ماذا يقول الله فيه في صفات المؤمنين التي يجب أن نكمل شخصياتهم من خلال هذا الكتاب المبارك العزيز؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصدق في العهد مع الله ورسوله وكتابه والمؤمنين هي من صفات الشخصية الإسلامية العظيمة. من المؤمنين رجال صفتهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهدت الله على السمع والطاعة فلا تنقض العهد. ألم تقل في دعائك القرآني: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ هذا عهد بينك وبين الله. إذا جاء الأمر بالطاعة نفذ، وإذا جاء الأمر وإذا جاء النهي عن المعصية انتهي، وإذا ناداك إخوانك للخير أقبل، وإذا ناداك شياطين الإنس إلى الشر أمسك وأحجم. تكون على العهد مع الله. والثبات على صدق العهد الى اخر لحظة
قال وما بدلوا في نهاية الآية وما بدلوا تبديلا. فلا الذي مات بدل ولا الذي ينتظر بدل، فهو ثابت ثابت على دعوة الله التي تأمره بصلاة الجماعة في المسجد وبصيام رمضان وبالحج وبالصيام وبالقيام وبصيام النافل، والتي يحس من خلالها أن إيمانه يزيد ولا ينقص. قال وما بدلوا تبديلا، لأنهم مع الدعوة ملتزمين. وجاء من صفاتهم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فإن كانت فيك شدة فعلى أعداء الله، وإن كانت فيك رحمة هذه صفة فعلى أحباب الله وأولياء الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ركعا مع الراكعين، سجدا مع الساجدين. اذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، ما يصلي لوحده في البيت. ترك صلاة الجماعة في المسجد يأثم عليها المسلم، فصلاة الجماعة في المسجد واجبة، نربي انفسنا عليها ونثبت عليها الى ان نلقى الله. الانسان في حالة الحرب يصلي صلاة الجماعة، اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. خطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. في اي موقف اقامة الصلاة؟ هذه اي صلاة؟ صلاة الخوف، صلاة الحرب. فمن باب اولى، ونحن لسنا في حرب، لسنا في حرب وانما في سلم وامن وامان، فصلاة الجماعة قائمة بنا اولى من قيامها في حالة الحرب. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاعمى الذي لم يجد له عذر، وهو اعمى لا دليل له، يقوده الى المسجد، ومع الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة اراد تحريق بيوتهم، لولا النساء والاطفال الذين لا جماعة لهم في المسجد، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة. اذا من صفات الشخصية المسلمة انه يدخل على ربه من كل باب من ابواب الطاعة. من اين ناخذ هذا الخلق؟ ناخذ هذا الخلق من قوله تعالى عن ابراهيم عليه السلام، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الخطاب يوجه الى محمد صلى الله عليه وسلم والى امته ينسحب، وابراهيم عليه السلام يستجيب، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، مسلما حنيفا، مسلما اي على التوحيد، مائل عن الشرك مستقيم على التوحيد، وما انا من المشركين، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء استفتاح يستفتح بها الصلاة لكي يؤكد هذا المعنى. فماذا يقول الانسان عندما يستفتح الصلاة؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا من المسلمين. هكذا يعلمنا الحديث، وانا من المسلمين، اول المسلمين ابراهيم، اول المسلمين محمد صلوات الله وسلامه عليهما. فالمسلم يتواضع ويقول وانا من المسلمين.
مع ان ابن القيم رحمة الله عليه له مبحث عظيم في الاولية، وانا اول المسلمين لها معنى جديد عند ابن القيم، اي يريدك ان تكون سباقا الى الخيرات، لك في كل مغنم من مغانم الخير سهم ونصيب. اول المسلمين ان تكون اولهم في الصف الاول عن يمين الامام في الصلاة، تشهد الاذان وتشهد تكبيرة الاحرام، وتكون اولهم في اذكار الصلاة وتختمها كاملة، فتكون الاول. انا اول المسلمين. واذا بحث بين المتصدقين انت اولهم، بين المجاهدين انت اولهم، بين الصائمين انت اولهم، بين الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر انت اولهم. فيكون شعارك الاولية اي السبق الى الخيرات، فان ابواب الخير على الله كثيرة، فاحرص ان تدخل منها كما دخل منها ابو بكر الصديق، لكي تفتح لك ابواب الجنة فتدخل منها كما دخل ابو بكر الصديق، الذي ما سبقه احد الا سبقه ابو بكر الصديق. والله في كتابه الكريم ينادي الشخصية المسلمة بالسباق، سابقوا وبعد السباق السرعة في السباق، سارعوا الى جنة. وهذا السباق والمسارعة الى تلك الجنة يقول عنها في ايات اخر اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سباق ثم سرعة ثم سبق واولية في السبق. وابن عباس رضي الله عنهما يقول ان شئت ان تكون ان لا يسبقك الى الله احد فافعل. معنى هذا ان البشرية كلها في سباق الى الله، ولكن ليس كلهم يصلون الى نهاية المضمار، ونهاية المضمار جنة عرضها السماوات والارض. فمنهم من يتساقط عند اول خطوة، ومنهم من يتساقط في اول الطريق، ومنهم من يتساقط في منتصف الطريق، ولكن العاقبة في النهاية لمن؟ للمتقين. والعاقبة للمتقين. لهذا لا صفة للسابقين الا السبق. قال تعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. صلوا خلاص بدأ السباق، اخر المطاف في جنات النعيم. كلهم؟ لا. كل الناس؟ قال لا. ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. الاخرين هدوا كلهم هدوا وحده، لكن ما وصل منهم الا القليل. اللي يتسابقون 1000، اللي يطلع الاول 1. كن انت هذا الواحد، ان استطعت ان تكون هذا الواحد فافعل، واتخذ هذا من صفاتك. لا تقول والله اخوي يسد عني، انا كلفت تكليف في سبيل الله اعداد مشروع لسمر ثقافي او برنامج رياضي او ملصق في حديث او آية في مسجد او اي عمل اسلامي، والله اخوي خط احسن من خطي، افهم مني، يحضر اسرع، وتلقي العمل عليه. وين السبق؟ وين اين قوله تعالى اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون؟ بل تعتبر هذا من اعظم المكاسب. عندما يأتيك التكليف في اي عمل من اعمال الدعوة تعتبرها منحة وليست محنة تحتار بها، بل انها وسام وانها مفخرة وانها منحة وهبة وعطية وفضل ورحمة ذكرك الله بها. ويقول الله سبحانه وتعالى عن الشخصية الاسلامية في كتابه الكريم قد افلح المؤمنون، سمى سورة باسمهم ثم جاء بصفاتهم. السورة المؤمنون، كأن سائل يسأل ما صفاتهم ما مصيرهم، الجواب حاضر اول ما تقرأ، مصيرهم الفلاح. قد افلح المؤمنون، قدم النتيجة على المقدمة حتى يبين لك بانها مضمونة. لا تخاف، كلكم انتم تخافون من نهاية الامتحان، صح ولا لا؟ تقدم الامتحان وقلبك يرجف، ما تعرف
النتيجة. لكن الله سبحانه عطاك النتيجة في امتحان المؤمنين في سورة المؤمنون حتى قلبك اطمئن. اول كلمة وحرف قد، هذا يفيد التحقيق والتحقق. اذا جاءت قد في الجملة فان قد هذه للتحقيق والتحقق، يعني مضمونة 100%. قد افلح المؤمنون اي تحقق فلاحهم عند الله رب العالمين. الله اكبر. بعد لماذا يخافون من النتائج عندما يقدمون الاعمال الصالحة؟ الله سبحانه وتعالى يقول انا ضامن لكم قد افلح المؤمنون. النتيجة قبل المقدمة، ثم جاءت بعد ذلك صفاتهم. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إلى آخر الصفات العظيمة الكثيرة التي جاءت. ثم في النهاية بعد هذا السباق في الصلاة والخشوع وغض البصر والعفة والوفاء بالعهد والأمانة إلى آخره، وصلوا إلى نهاية السباق، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وصلوا الفردوس. وجاءت من الصفات، صفات المؤمنين في كتاب رب العالمين، تجدها في سورة الإسراء، هذه السورة العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يربي عباده بتربيته لنبيه وتربية أصحابه رضي الله عنهم بأسوتهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتربية الأمة إلى يوم القيامة بهذا النبي والأصحاب رضوان الله عليهم. فتأتي الآيات القرآنية في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كانوا في الجاهلية يدفنون الأولاد الذكور والإناث، يقتلونهم، يقتلون الذكور والإناث خوف من المجاعة. وفي عشائر وقبائل تدفن الإناث خوف من العار، خوفا من العار أن يقعوا بالأسر فيكون عار عليهم عند هتك أعراض النساء، وهي حجة باطلة. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هل الناس اليوم يدفنون أولادهم؟ لا، لكنهم يقتلونهم قتل آخر. ألم نقل أن الحياة الجديدة لك في ولادتك الثانية وليس في ولادتك الأولى؟ ولادتك الثانية معرفتك لمعنى لا إله إلا الله والتزامك في الدعوة والإيمان والإسلام والقرآن، هذه الولادة اللي تنفعك عند الله وليس الولادة الأولى. لكن القتل يكون من الآباء والأمهات عندما يضيعون الأولاد والبنات فلا يربونهم على التوحيد، ولا يربونهم على الإيمان، ولا يربونهم على الإسلام، فمثلهم كمثل قتلهم سواء بسواء. ما قيمة البنت الذي تنشأ وهي لا تصلي لله رب العالمين؟ ما قيمة الولد الذي يكبر وهو لا يعرف نبيه ولا أصحابه ولا يعرف عن الجنة والنار ولا يعرف عن الله شيئا؟ هذا والميت سواء. إذن نقول للآباء والأولاد، للآباء والأمهات، إن زمن وعد البنات قد انتهى
ولكن زمن تضييع الأولاد والبنات لم ينتهي. فالوالد الذي يأخذ أولاده وبناته في أسفار إلى ديار الكافرين ويذهب معهم إلى المسارح والملاهي والبلاجات العارية في عطلة الصيف، والذي يذهب بهم إلى الأماكن الموبوءة المشبوهة لكي يلتقطوا من أخلاق الكافرين ويئيسون بهم فسادا ويصورون مع هذا الفنان وذلك الممثل في أوروبا وفي أمريكا، ثم يعودون بعد ذلك بعد زيارات بيوتات الأزياء، ثم لا يحرصون على صلاة ولا على دين بحجة الهروب من الحر والسياحة هناك في الغابات والمنتجعات والهواء البارد، فإن وفروا لهم الهواء البارد فقد تسببوا لهم بحر جهنم. والله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن انتهى عهد وأد البنات فإنه لم ينتهي عهد تضييع الأولاد والبنات في زماننا هذا مع الأسف الشديد. أقول لهم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم ساء سبيلا، وأمراض الجنس الفتاكة التي تعصف الآن بأمريكا وبأوروبا أكبر شاهد على أن المستقبل لهذا الدين. الإحصائيات الطبية أثبتت أن العالم الإسلامي وأن العالم العربي على ما فيه من فسق ومعاصي لا يزال محصن بالإيمان ومحصن بالإسلام، فإن نسبة هذا المرض لا تزيد على 1% بينما ارتفعت في أمريكا وفي أوروبا. البعيدين عن الإسلام والإيمان أكثر من 75%. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فعلى السلطان أن يقيم الحدود وأن يحكم شرع الله وأن يقتل القاتل وأن يرجم الزاني المحصن وأن يقطع السارق، وإلا فإن الدمار مصير أمة تبتعد عن شرع الله ودين الله، لأنهم بعيدون عن الرحمة وإقامة الحدود هي الرحمة. من ينصر المظلوم؟ من ينصر ولي القتيل؟ والله يقول في كتابه الكريم: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والإسراف في القتل الآن نراه في لبنان ونراه في الدول المتحاربة، قتل وقتل وقتل وقتل، لأنه لا يوجد تحكيم لشرع الله يقتص من الظالم للمظلوم ومن القاتل للمقتول. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وصايا القرآن العظيمة: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم يا أخي المسلم. كم من الأمور غيبها الله عنك فأخذت تتحسس وتتجسس وتتلمس حتى وقعت في الحرام أو في ورطة. امرأة تتصل بالتليفون وتقول: يا فضيلة الشيخ، أنا رفعت التليفون وإذا فلانة خالتي وفلانة عمتي تتحدثان عن زوجي، فكان المفروض أني أمتنع عن التحسس والتجسس.
أغلق التليفون، لكني أمام إغراء حب الاستطلاع والبحث عن المجهول أخذت أنصت، وإذا الكلام يزيد ويزيد 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 فأصبحت الآن لا أثق بزوجي، وأعتقد أنهم يعملون لي سحر، وأعتقد أن زوجي سيتزوج علي، وأعتقد أن كل حركة وكل سكنة تخرج منه أو من عمتي أو من خالتي تفسر ضدي، مع أنني كنت أحيا مع الثلاثة حياة طيبة هادئة لولا سماعي لهذه المكالمة. وصدق الله، ولا تقف ما ليس لك به علم. الله يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لكنها تجسست فكان هذا العذاب الذي انتهى نهايته بوسواس في صدرها، تدخل في الصلاة، تدخل في الوضوء، تدخل في تربية الأولاد، تدخل في الطعام، تدخل في الشرب، فهي في عذاب لا يعلمه إلا الله. إذن ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الأجهزة تسخر في طاعة الله وليس في محرماته، ننتبه إلى هذا. فأنت يا أخي اعلم أن من كمات عنه مسؤولا، يعني أذن أخوك، إذن أخيك هذه نعمة فلا تفرغ فيها إلا ما ينفع. لا تأتي إلى أخيك تقول له سمعت، قلت لا ما سمعت، تقول له تعال تعال اسمع، فلان قال وقيل وقال وقيل، وإذا قلب أخيك هذا الذي كان يحب فلان الذي معه في الدعوة تحول والعياذ بالله إلى قلب حاقد حاسد كنود يتمنى له الهلاك، وتزول نعمته ويفتن في دينه. إذن أنت ضيعت أمانة أذن أخيك عندما طلبت بها ذلك الكلام الآثم الذي أوغر صدر أخيك عليه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. راح أسألك الله يوم القيامة، أنت الذي ملأت قلب أخيك المخموم السليم الذي كان كل صباح وكل مساء يدعو ربه، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم، إلى أن يقول اللهم بارك رقيتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. السخيمة هذه اللي الله سبحانه وتعالى سلها أنت رديتها مرة ثانية فالكلمة. فما عليك إلا أن تراعي نعم هذه الأجهزة التي خلقها الله، السمع والبصر والفؤاد، وكلها مرتبطة بعضها بعض متصلة، وأن تسخر في طاعة الله. نعم انتقي كما يقول عمر لولا ثلاث لما أحببنا الحياة. من هذه الثلاث والجلوس مع إخوة في الله ينتقون الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. انتقي الكلام انتقاء، انتقي الكلام في أذن أخيك مما يزيد المودة والمحبة والأخوة. كذلك البصر، تعال شوف، تعال خلني أوريك، تعال واحد عطاني ألبوم فيه صور عارية، ما حد عندنا، ما حد يشوفنا، تعال تعال تصور، ويدخل عليك الشيطان من باب الطاعة والعبادة، يقولك تعال وره أخوك لينظر إليها حتى يتحذر من الوقوع بأمثال فلان اللي وزع الصور الخليعة. شوف الحيلة، شفت الحيلة، ويقولك لا ما في شيء، تخو مجرد انك تطالع عشان حتى تعرف الشر فلا تقع فيه. انت ما سمعت الشاعر يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. زين تعرف الشر لازم تشوف صورة عارية حتى تعرف الشر. اذا خنت نعمة البصر، ان السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرح، ولا تمشي في الأرض، يعني مهما مشيك ظنيت انه موديك فوق فاعلم انك انت وين فيه؟ في الارض، لاصق في التراب، لاصق في الوحي. فرعون هو فرعون اللي كان يجلس على عرش مصر من ذهب ويلبس الاساور امامه الجنود بقيادة هامان، وخزائن الدول بقيادة خارون. ماذا كانت نتيجته؟ ان فرعون علا في الارض، مهما علا فهو في الارض، في التراب، في الدنيا، تحت في الطين. وهذا مصير كل من يتكبر على الله وعلى عباد الله. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انا اقول هذا حتى نعرف القرآن كيف يربي المؤمنين. وصفات الشخصية الإسلامية في القرآن كثيرة كثيرة لمن أراد إحصاءها. وما عليك إلا أن تأخذ كتاب الله من الفاتحة إلى سورة الناس لترى فيها أخلاق المؤمنين. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة رضي الله عنه، قائد القادسية الكبرى وأمير العراق وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أهريق دمه في سبيل الله، وأول من شج رأس الكافرين وأهرق دما في سبيل الله، وفداه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وهو يرمي، ومجاب الدعوة عند الله إلى آخره. ماذا كان دعاؤه وهو يطوف عند بيت الله؟ ما دعا بتزكية من هذه التزكيات، وإنما كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك أن تقيني شح نفسي، اللهم إني أسألك أن تقيني شح نفسي، اللهم إني أسألك أن تقيني شح نفسي. يدعو بطوافه بهذا الدعاء، حتى قال له الناس: ألا تحسن غير هذا؟ قال: وهل هناك أحسن من هذا؟ ألم يقل سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ وأما صفات المسلم أو الشخصية الإسلامية في السنة فهذا بحر ومحيط، مهما تحدثت فإننا لا نزال نسبح في سواحله، فأعطيكم غيظا من فيض. قال صلى الله عليه وسلم وهو يربي المسلم وشخصيته، وهو أول كلام قاله في المدينة المنورة، سمعه عبد الله بن سلام لما نظر إلى وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم فأعطى تقريرا تاريخيا يقول فيه: فلما نظرت إلى وجهه رأيت له وجها ليس بوجه كذاب. إذن الشخصية الإسلامية عندما ينظر إليها الناظر يستشف الصدق وإن لم يسمع منها كلام، والإخلاص وإن لم يرى فيها عمل. فإن الباطن ينعكس على الظاهر، فمن كانت سريرته طيبة فاح الطيب منه ورآه الناظرون سيماهم في وجوههم، آية للمتوسمين. عنوان قلبك بشائر وجهك، قال: رأيت له وجها ليس بوجه كذاب. وكان اول ما قال: ايها الناس افشوا السلام
وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر. كلها أخلاق، أخلاق. أفشوا السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لا تفصل والله هذا من ربعنا سلم عليه وهذا من ربعنا ما سلم عليه، هذا من جماعتي هذا من جماعتي، لا، أفشوا السلام على من عرف ومن لم تعرف. إن السلام مفتاح القلوب، والابتسامة طيب النفوس، وهي صدقة لك في ميزانك عند الله. ومن صافح الناس بقلبه وعبر عن ذلك بلسانه فإن حرارة الإيمان تتدفق من يديه إلى يد أخيه، فيكون بعد تفرقهما كيوم ولدتهم أمهاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان فأخذ كل واحد منهما بيد أخيه ثم حمد الله وأثنيا عليه غفرت ذنوبهما قبل أن يتفرقا، قبل أن يتفرقا. وتحاتت كما تتحات أوراق الشجر غفرت ذنوبهما وإن كانت مثل زبد البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم في صفات الشخصية الإسلامية: أمسك عليك لسانك وابك على خطيئتك وليسعك بيتك. أمسك عليك لسانك كأن اللسان تفلت وأنت تمسكه، هذه طبيعة اللسان. ومن عد كلامه من عمله فليحاسب نفسه قبل أن يحاسب. وحديث معاذ: يا معاذ إني والله أحبك، أحبك في الله، وأوصاه الوصايا العظيمة، ثم بعد ذلك قال: وأمسك عليك هذا، وأخرج له لسانه الشريف. قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أولا يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. أمسك عليك لسانك، وخاصة في المزح والتنكيت، احذر تنكت على الدين ولا على الصلاة ولا على القرآن ولا على رمضان، ولا نكتة على إمام مسجد وإلا على مؤذن، احذر تتورط بكلمة واحدة وهي نكت تموت من الضحك، لأن الشيطان يتدخل فيها يخلي نفسك من شرحة حتى تكعكع وتضحك، لن تكون نكتة مثلها النكت اللي على الدين هذه. شياطين الإنس والجن يتعاونون على أن تقبلها النفس تنشرح لها، نفس الأمارة بالسوء. وإن العبد ليقول الكلمة من سخط الله ليضحك عليها الناس، لا يدري ما بلغت به، تهوي به في النار 70 خريفا. فالحذر الحذر، أمسك عليك لسانك، واحذر لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. أمسك لسانك أيها الإنسان، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. ورب كلمة قالت لصاحبها: دعني. أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك، إن كان هناك بكاء وحزن
فعلى ما فات من ذنوب ومعاصي، وعمرك ان امتد الى 70 عام او 65 عام، وان كان لك في كل يوم ذنب واحد بس، السنة كم يوم فيها؟ 360 و65، اضربها هذه، اضربها ب70 عام، اضرب 365 ب70 عام، باي وجه تلقى الله ولو في كل يوم ذنب واحد بس؟ ذنب واحد، ذنب واحد. هل يوجد انسان موجود على وجه الارض له في اليوم ذنب واحد؟ من الوضوء والسعي الى المساجد والصلوات الخمس، ورمضان الى رمضان، والعمرة الى العمرة، والحج الى الحج، واستغفار الملائكة في انتظار الصلاة، الى اخره الى اخره، والبلايا والمصائب التي تنزل في الانسان فيصبر ويحتسب، والا لكان من الهالكين. اذا ان كان هناك بكاء وهم وحزن فعلى ما فات من ذنوب، ورب انسان يضحك ملء فيه وينام ملء عينيه ويأكل ملء شدخيه، وقد قال الله له وهو لا يعلم: اعمل ما شئت لا اقبل لك عملا. فاعقبهم نفاقا في صدورهم وفي قلوبهم الى يوم يلقونه. قال: وليسعك بيتك، يعني اما ببيتك تنفع نفسك وتنفع اهلك، او مع جماعتك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، عملية الدوارة والهياتة من مكان لمكان، يمشي سبهللا لا غاية له ولا قصد، والقرآن يقول: واقصد في مشيك، اجعل لمشيك قصد ونية صالحة، كما جاء في بعض التفاسير. الخطوة تخطوها اما لك او عليك. الله يكتب الآثار، يكتب الآثار، يكتب ذرات الغبار من الآثار. مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسهما النار، غباره وحدة ذرة ما تشوفها بعينك محسوبة لك عند الله. إذن وليسعك بيتك، والذي لا يسعه بيته ماذا يسعه؟ اذا جلست في البيت حسيت ان البيت براح وفيه انشراح، تقرأ مرة قرآن، وتقرأ مرة كتاب مفيد، وتحضر مرة درس، وتقعد مرة مع الاولاد ومع الاخوة والاخوات ومع الوالد والوالدة ومع الجد والجدة، او مع ابناء الجيران الصالحين، او تقوم بعمل تنظيف تنفع في اهلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يكون في حاجة اهله الى ان ينادى الى الصلاة. والذي لا يسعه بيته ماذا يسعه؟ شارع، المقهى، الملهى، البلاجات. قال: وليسعك بيته، وليسعك بيتك. انت اصلا ما تخرج من بيتك الا للعمل في سبيل الله، تخرج منه مشتاقا وتعود اليه مشتاقا، لا تخرج منه هاربا وتعود اليه كارها او مكرها. بيوتنا تتنزل فيها الرحمات وتقام فيها الصلوات، ما بين مسبح ومسبحة ومهلل ومهللة، فلا ترى فيها الا ايات الله سبحانه وتعالى تتلى. هذه بيوتنا، ليست اوكار الشياطين تعشش فيها والعياذ بالله الخفافيش. ترى الشباب يتسكع ذات اليمين وذات الشمال في سيارات السبورت، وحاط الموسيقى والجاز لجاكسون وغيره،
كأنه شيطان مريض كتب عليه من تولاه أنه يضله وأنه يهديه إلى عذاب السعير. وقصف ضرب وقصف ضرب بهذه الآلات وهو تائه لا يصلي ولا يذكر الله، تعفن فمه بالسجائر والمخدرات وشرب الخمور، وهو ما بين حادث ومخفر وسجن وفضيحة وذنب وبلاء. لماذا؟ قال ضيع الوقت. تضيع الوقت يا مسكين، الوقت الذي اقسم الله به لعظمته عنده، قال والعصر، تضيعه؟ اما تدري ان ضياعه خسران؟ ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، وقتهم كله محفوظ بالايمان والعمل الصالح. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق اي الدعوة الى الله، بالصبر اي الصبر عليها وعلى اذاها. قال ضيع وقت، يتمشى الاخ يتفسح بالسيارة يسمع جكسون المغني، ضيع وقت، ضيع عمره. يا ابن ادم لا تزال في هدم عمرك منذ ولدتك امك، انما انت ايام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. ومن صفات الشخصية الإسلامية أنه لا يصاحب إلا الصالحين، ولا يصادق إلا الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الكينونة تكون معهم بقلبك وقالبك، وأيضا بجيبك ونفقتك، وتكون هاشا باشا ناصحا لهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأحق حق تقدمه إلى أخيك دعوته إلى الله رب العالمين. كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. والله في سورة الكهف ذكر كلبا صادق الصادقين معهم في الطريق فمشى، قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فكيف بالمسلم الصادق عندما يصادق الصادقين، يذكره في الملأ الأعلى ويباهي به الملائكة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. واحذر مؤاخاة الدنيء فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب. واحذر عدوك إن أتى متبسما، يأتيك صديق على غير دينك وعلى غير عقيدتك وعلى غير مذهبك، يضحك لك ويونسك ويعطيك الهدايا ويدفع قيمة المعاصي من جيبه، تقول انا ما عندي، انا اعطيك، انا ادفع لك، امشي تعال اذهب معك الى السينما، تقول ما عندي نص دينار للتذكرة، انا ادفع، انا ادفع، يضحك ويبتسم، انما يضحك عليك وانت لا تعلم. واحذر عدوك ان اتى متبسما، فالليث يبدي نابه اذ يغضب. لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. واحذر من الأنثى زمانك كله، أي أنثى؟ أمك؟ لا. اختك؟ لا. زوجتك؟ لا. انما الانثى التي تتسكع في الشوارع، الكاسيات، العاريات، المائلات، المميلات، رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة، هذه احذرنا. اللي تطلع على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفاز، المتبرجات، المغنيات، احذر من هذا الصنف. فرب نظرة سهم من سهام ابليس تجر الويلات، يصبح الانسان عاشقا هيمانا، لا يعرف دينا ولا صلاة ولا ربا وقد كان من الصالحين بسبب نظرة. واحذر من الانثى زمانك، انها يوما ولو حلفت يمينا تكذب.
تغري بلين حديثها وكلامها، فإذا سطت فهي الصقيل الأشطب. احذر من الأنثى زمانك، إنها كالأفعوان يراع منه الأنيب. وكم من شاب صالح تقي نقي خفي كان يقوم الليل ويصوم النهار، فلما وقعت عينه على أمثال هذه الأنثى أصبح من الضالين. نعم، أصبح من الضالين. ما نفعه قنوته، رهبنته في الليل كما يقول الشاعر: ولاعبتني غادة وهنانة تضني وفي ترشافها برء الضنا، الى ان يقول: لو صابت القانتة في مخلولق مستصعب المسلك وعر المرتقى، الهاه عن تسبيحه ودينه تأنيسها حتى تراه قد صبا. نعوذ بالله منهن. اللهم بارك بالمؤمنات المسلمات الشاكرات الذاكرات المحجبات والمنقبات الحافظات للغيب ما حفظ الله، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، لا أطيل عليكم. الشخصية الإسلامية المسلمة كمالها بحسن اعتقادها، أن تعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن تدرس علم التوحيد، فهو الأصل الأصيل الذي يعرفك بربك، فتوحد الله بمعرفة معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله سبحانه، وتكون عقيدتك ثابتة بأركانها الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، وأنه ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. ثم تعتقد بأنك على قدر حفظك لله يحفظك الله. احفظ الله يحفظك، يحفظك من شياطين الإنس ومن شياطين الجن ومن الوساوس والتيارات الهدامة والزوابع التي تعصف بالناس والأمم والشعوب. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ويكون دعائك: اللهم إني أسألك حسن الاعتقاد وإخلاص النية وصلاح العمل ونور اليقين وبرد الرضا وحلاوة الإيمان وصدق الكلام وأنس الذكر وبركة الدعوة وإجابة الدعاء. هذا دعاء. والناس يوم القيامة يتمايزون بعقائدهم. وأن تكمل نفسك وتربي نفسك بجوانب ثلاثة أختم بها حديثي وأختصرها: تنظر حدك في الجانب الإيماني فتزيد به، والجانب الإيماني يزيد بالآتي: تلاوة القرآن، قيام الليل، صيام رمضان، صيام النفل، المتابعة بين الحج والعمرة، لزوم ذكر الله، أذكار الصباح والمساء، صلة الرحم، عيادة المريض، الصدقة، المسح على رأس اليتيم، تذكر الموت، مشاهد يوم القيامة، زيارة المقابر، الرغبة بالجنة، الرهبة من النار إلى آخره. هذه الأمور تزيد عندك الجانب الإيماني، وعلى رأس هذا كله وعموده الحفاظ على صلاة الجماعة في المسجد. وأما الجانب الثاني ترى حدك فيه ثم تزيده وتنميه، هو الجانب الفكري الثقافي. فالحذر الحذر من كل غث لا فائدة منه، مما ينشر في بعض الصحف وتكتب فيه مقالات ومقالات ما هي إلا من زبالات الأفكار
ونفايات العقول، فالحذر من ان تضيع وقتك في قراءتها، واحرص على ما يسمى بالكتب الصفراء، فقد كتبها اصحابها متعبدين الله رب العالمين، راجين ثوابه، راغبين بجنته، هاربين من عقابه. اقرأها ففيها النور، ككتب ابن تيمية رحمة الله عليه، وكتب ابن القيم رحمة الله عليه، وكتب السلف الصالح من الائمة رحمة الله عليهم، كالامام مالك والامام الشافعي وابي حنيفة والامام احمد وامثالهم من هؤلاء العلماء الذين من اهل السنة والجماعة ومن الفرق الناجية ان شاء الله، ومن الفرقة الناجية ان شاء الله. ان تنمي حدك فتسأل من هو اسبق منك يختار لك منهجا قرائيا تضبط نفسك فيه، خطة خمسية على 5 سنوات تجعل لك فيها منهج متدرج، كتاب في التفسير، كتاب في الحديث، كتاب في التوحيد والاعتقاد، كتاب في الفقه، كتاب في السيرة، كتاب في الإيمانيات، هكذا. وترتقي من الأدنى إلى الأعلى، من صغار العلم إلى كبارها، هذه هي دراسة الربانيين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أي تعلمون الكتاب مبتدئين تدريجيا من صغار العلوم إلى كبارها. لا تقفز قفزة كبيرة وبعدين ينسد الباب أمامك، أنت لا تزال مبتدئ، تروح تفتح لك كتاب وسفر عظيم وتقرأ أول صفحة وثاني صفحة وبعدين ما تعرف راسك من كرياسك وتسكر وتسد باب القراءة بالمرة. لا لا، خذ نفسك بالتربية متدرجا بها، تترفق بها، فإذا نشطت إلى القراءة أقبل، وإذا أدبرت وفترت احجم، وهكذا كن معها كمن يسوس حصانه. والجانب الثالث جانب الدعوة وفقه الدعوة إلى الله، وعليك أن تقرأ ما كتب في هذا المجال، فالدعاة جزاهم الله خيرا كتبوا كتيبات كثيرة 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 جدا في هذا المجال، منهم الإمام المودودي رحمة الله عليه، منهم سيد قطب رحمة الله عليه، منهم السباعي رحمة الله عليه، منهم فتح يكن، وأمثالهم من الدعاة والراشد وغيرهم. المهم تقرأوا ما كتبه أولئك، فهي تجارب تجارب، كما يقول الإمام المودودي عن كتيبات الإمام حسن البنا رحمة الله عليه، عندما قرأ رسائله قال: إن هذه الرسائل التي قرأتها لحسن البنا إنها تجارب 20 عاما عملا في الدعوة و2 سنين كتابة، يعني سنين طويلة يعني.